في الفصل وتطلعوا عليا اقدم امل. انا جاهزه. طب يلا العبوا تيتو المشروع. يلا من بره مصر بقى جاي لنا امل غريبه من الاردن تدرس زيها زي المصريين بالظبط. طالعه هوا طبعا هي كانت صدمه بالنسبه لها بس ده جزء مهم من التدريب. احكي لكم القصه بلشت معي من البدايه كيف. كل الفكره اني انا بعتت مسج على الصفحه بسيطه دكتور افتحوا لنا فرع بعمان. جوابها ببساطه كان حلمك سهل. ده اظبط لك يمينك انت سيبنا معانا بس. نزلت على مصر من الاردن هننزل نصور. اوكي ننزل نصور. شو بدنا نصور؟